ينضم إلينا من رام الله مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح عبد الفتاح دولة. أهلا بك إلى هذه الساعة الإخبارية. استمعنا قبل قليل إلى هذا التقرير الذي يوضح بعض ملامح الخطة الأمريكية لإصلاح السلطة الفلسطينية. بدءا، ما رأيكم في هذا المسعى من الجانب الأمريكي تجاه هذه السلطة، السلطة الفلسطينية القائمة الآن؟ لك التحية بداية أخي العزيز ومن خلالك للمشاهدين الكرام. يعني أمريكا تشغل بالها كثيرا وتعطي وقتا طويلا للحديث في قضية إصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية، وكأن قضية الإصلاح هي الأمر الذي يعيق ويتسبب بما يحدث في فلسطين، وليس هذا العدوان ومذابح الإبادة المتواصلة وهذا الاحتلال المجرم الذي يعيق كل شيء، يحتل الأرض ويقتل الإنسان ويمارس كل أشكال العدوان والتنكيل والمذابح بحق الشعب الفلسطيني. على أمريكا أن تدرك جيدا أن ما يتعلق بإصلاح المؤسسة الفلسطينية هذا أمر فلسطيني طرح فلسطينيا من حكومة تسيير الأعمال، تقدم به الدكتور رئيس الوزراء محمد إشتية، وهذا أمر فلسطيني. ودائما ندرس فلسطينيا أهمية أن تكون المؤسسة الفلسطينية مبنية على أسس سليمة وقابلة للتطوير والنجاح في كل عملها. لكن علينا أن نفرق في قضية الإصلاح المطلوب. هل هم الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون بنية المؤسسة الفلسطينية بنية سليمة، أم أنها تريد لهذه المؤسسة الفلسطينية أن تكون مفرغة من محتواها ومن الحالة الوطنية التي لا يمكن إلا أن تظل هذه المؤسسات مؤسسات وطنية بامتياز؟ وهل هذه المقترحات الأمريكية تجعل السلطة الفلسطينية أو بنية السلطة الفلسطينية أقوى وأمتن؟ يعني سيدي، نحن طرحناها بطريقتنا، قلنا دائما أن المسألة الفلسطينية تناقش وفقا للمصلحة الفلسطينية. ولذلك كان قبل عدة أشهر قليلة عندما طرحت رئاسة الوزراء جملة من الإصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية وفقا لحاجة ومصلحة الشعب الفلسطيني والمؤسسة الفلسطينية. حتى الحكومة الجديدة التي سيعلن عنها لربما في الغد وستحلف اليمين، جزء من عملها هي بناء وتوحيد مؤسسات الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وتمتينها وتقويتها وتوحيد عملها وبنائها على أسس صحيحة. وأصلا المؤسسة الفلسطينية تصنف في عديد التقارير الدولية أنها مؤسسات دولة وتقوم بدورها بشكل يعني يفوق عديد أي الدول. لكن لا يعني الحديث عن بعض الإصلاحات وكأن هذه السلطة المشكلة اليوم هي فقط في إصلاح موضوع السلطة الوطنية الفلسطينية التي لطالما تغنوا بأدائها أمريكا وعديد الدول أيضا. طيب سيد دولة، دعني يعني أخذك إلى القاهرة، ومن هناك قال وزير الخارجية الفرنسي، قال إنه حان الوقت للاعتراف بدولة فلسطينية وهذا سيحقق السلام الدائم في المنطقة. دعنا نستمع. هناك حاجة لحل سياسي وهو معروف ويتمثل في حل الدولتين، إنه الحل الوحيد القادر على ضمان الأمن والاستقرار للإسرائيليين والفلسطينيين، ويجب تفعيل كل ما من شأنه أن يسهل هذه العملية. فرنسا تريد أن تبذل هذه الجهود أوروبيا وعالميا. لقد حان الوقت لأن نضع أسس السلام بالمعايير المعروفة. نحن نتشاور مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن تقديم مشروع قرار للمجلس يشمل كل معايير حل الدولتين. إنها عملية بناء على المدى الطويل للوصول إلى السلام. يعني تحدث الرجل بشكل واضح أن يعني فرنسا ستقوم بجهود أوروبية ودولية من أجل تحقيق هذا المسعى وهو حل الدولتين. هل تعتقد أن فرنسا قادرة على تحقيق ذلك؟ يعني هذا من الواضح أنه جزء من القناعة الدولية اليوم التي تتشكل شبه إجماع أن الحل يكمن فقط في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة الفلسطينية، وأن الاحتلال والعدوان والمذابح ونتنياهو وحكومتهم خطر ليس فقط على فلسطين وعلى الشعب الفلسطيني، وإنما خطر على الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى الأمن والسلم العالميين، وأن مفتاح الأمن والسلام هو فقط بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية. هذه القناعة اليوم باتت تتولد لدى معظم دول العالم، وهذا هو الموقف المعلن من فرنسا ومن عديد الدول. لربما هو موقف جدي نعم، لكن الأهم في ذلك كيف يمكن لفرنسا ولكل تلك الدول التي تنادي
بإقامة الدولة الفلسطينية، أن تحول هذه المواقف من مواقف نظرية إلى فعلا مواقف عملية تفضي إلى مسار سياسي حقيقي يوقف العدوان وينهي الاحتلال وينتهي بقيام الدولة الفلسطينية وفق أجندة زمنية واضحة ومؤتمر دولي للسلام. ولكن يعني سيد عبد الفتاح، يعني حتى الآن ولا أي دولة، لا أمريكا ولا فرنسا ولا أي دولة يعني أوروبية استطاعت أن تحقق خطوات عملية في هذا المسعى. الكل يتحدث عن رغبة، يتحدث عن أمنيات أن تتحقق يعني هذه الخطوة تحديدا، خطوة حل الدولتين، ولكن حتى الآن لم نرى خطوات عملية باتجاه هذا المسعى. وأنا أوافق على ما تفضلت به عزيزي، ولذلك نحن نقترب من الشهر السادس من مذابح الإبادة الجماعية، والتي يقول كل العالم أن هناك مذابح ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. نعم أوافق، هناك حالة من العجز الدولي، هم يتحدثون نظريا ويقومون بأي خطوات فعلية وعملية لوقف المذبحة ولتطبيق ما يتحدثون به سياسيا. يجب أن تتوفر إرادة سياسية حقيقية لدى كل دول العالم التي تنادي بقيام الدولة الفلسطينية. نعم الموقف مهم، لكن الأهم من الموقف أن يترجم على الأرض، ولذلك المجتمع الدولي وكل هذه الدول أمام تحدي كبير، إما أن تنفذ ما تقول به وإما أن تمارس هذا الدور الحقيقي لها بإحقاق الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية، وإما يعني لماذا نتحدث بكلام نظري لا يفضي إلى خطوات عملية حقيقية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني الأطول في التاريخ. مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح عبد الفتاح دولة، تحياتي إليك.